احنا هنشتغل مع الارنبيت سماد العضوي، مش هنسمده سماد معدني خالص. فاحنا هنبدا النهارده اول تسميده هياخدها الارنبيت بالسماد شاي الكومبوست الحيواني. فانا عامل الجور او الانايات دي حوالين كل الشتلات بحيث ان انا اروي هنا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. انا هبدا دلوقتي ان انا احضر شاي الكومبوست. ده اللتر الاول، البرطمان ده لتر. طالما ان الشتله لسه فيها خضار فانا مش هيأس منها باذن الله، خلينا وراها على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعه الاسطح مع قناتكم اسرار زراعه الاسطح. احنا من اسبوع زرعنا مع بعض الارنبيت. طبعا في الزرع بتاعنا لو لقينا في الحوض اي حشائش او اعشاب غريبه بنقطعها ما نسيبهاش عشان ما تضرش الزرع بتاعنا. نكمل، احنا زرعنا مع بعض من اسبوع شغلات الارنبيت زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، هسيب لحضراتكم دلوقتي في البطاقات. فالنهارده احنا بعد اسبوع هنسمد الارنبيت بتاعنا. زي ما احنا شايفين في نباتات كبيره ونباتات صغيره، نباتات قويه ونباتات ضعيفه. طبعا ده وارد جدا في كل حاجه، في الانسان وفي الحيوان وفي النبات، ان بيكونوا اخين واحد منهم قوي والتاني جسمه بيكون ضعيف. طبعا زي ما احنا شايفين انا عندي شتله هنا ماتت اهيت، وفي شتله تانيه ضعيفه هحاول ان انا اعمل معاها اي حاجه عشان تصحصح معايا. فزي ما بنقول في شتلات قويه وشغاله كويس، وفي شتلات وسط، وفي شتلات ضعيفه، وفي شتلات ماتت. يعني مثلا حاجه زي كده شتله كويسه، دي اقل منها شويه، دي قويه برضو، دي متوسطه هي بس صحتها كويسه، دي ماتت تمام. وفي هنا شتله كمان ماتت برضو، زرعت مكانها واحده كابوتشي او كرنب احمر. وفي هنا واحده ضعيفه برضو اهي. انا زارع معاكم المره اللي فاتت 38 شتله ارنبيت، في منهم ثلاثة ماتوا، فدي برضو نسبة مش كبيرة، دي نسبة كويسة. المهم احنا دلوقتي هنزرع الارنبيت ده وهنسمده سماد عضوي. احنا هنشتغل مع الارنبيت بالسماد العضوي، مش هنسمده سماد معدني خالص. فاحنا هنبدأ النهاردة اول تسميدة هياخدها الارنبيت بالسماد شاي الكومبوست الحيواني. طبعا انا عامل زي ما احنا شايفين كده زي انايات حوالين كل شتله والتانيه، بحيث ان انا لما اجي اروي بعيد عن الشتله، علشان لما اروي او اسمد الميه او السماد ما تجيش على الشتله من تحت فممكن تضرها او تحرقها. فانا عامل الجور او الانايات دي حوالين كل الشتلات بحيث ان انا اروي هنا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. انا هبدا دلوقتي ان انا احضر شاي الكومبوست. هنبدا مع بعض ان احنا نخففه دلوقتي. ده شاي الكومبوست اللي احنا حضرناه مع بعض قبل كده بطريقتين او ثلاثه، ودول موجودين في القناه. ودي الميه البيضاء اللي احنا هنخفف شاي الكومبوست فيها. زي ما احنا عارفين الجردل ده 20 لتر ميه، انا هحط عليه 3 لتر من شاي الكومبوست. ده اللتر الاول، البرطمان ده لتر. ده اللتر الثاني، ده اللتر الثالث. يبقى احنا كده حاطين 3 لتر من شاي الكومبوست على تقريبا 16 او 17 لتر ميه. هنبدا ناخد نقلب شاي الكومبوست ده باي خشبه معانا او اي حاجه. بعد كده هناخده ونروي بيه الارنبيت بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي. هنبدا دلوقتي ان احنا نسمد بشاي الكومبوست المخفف بالوضع ده. طبعا هندي كل نبات الكميه اللي هنديله نص لتر بالكتير، مش هنديله اكتر من نص لتر عشان النبات مش محتاج اكتر من كده في المرحله دي. زي ما احنا شايفين كده انا بدي للنبات على قد ما الجرة تميل وتاخد. يبقى كده كل زي ما احنا شايفين كل نبات من التلاتة دول خد تلت لتر معايا. زي ما احنا شايفين اللتر روى معانا 3 نباتات. هنبدأ نكمل باقي النباتات زي ما احنا شايفين كده. انا برمي
المية بعيد عن النبات. طبعا دي ميتة لكن لسه فيها حتة خضراء، تقريبا في ورقة صغيرة لسه بتطلع معايا، فانا هفضل برضو وراها لحد الاخر وهرويها، لكن هخلي برضو السماد بعيد عن الشتلة نفسها زي ما احنا شايفين كده. نكمل الحوض التاني برضو هروي في الانايات اللي انا عاملها بحيث ان السماد يكون بعيد عن الشتلة. برضو دي الشتلة ضعيفة جدا وشكلها بتموت اهي، بس انا برضو هفضل وراها طالما ان الشتلة لسه فيها خضار، فانا مش هيأس منها باذن الله، خلينا وراها على طول. دي برضو شتلة تقريبا بتموت زي ما قلت، ان انا عندي 38 شتلة اللي انا زرعهم بيموت منهم تقريبا 3 أو 4، فدي نسبة ما تزعلنيش يعني. هنقل على الحوض اللي بعده. زي ما قلنا في شتلات كويسة زي اللي معانا دي، الشتلات دي انا جارسها معاكم من اسبوع، ففي شتلات كويسة وشغالة زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وفي شتلات ضعيفة وفي شتلات بتموت زي ما احنا شايفين. يعني دلوقتي بصور معاكم كل الشتلات اللي انا زرعها من اسبوع بالظبط، زي ما احنا شايفين كده بنصور شتلة شتلة، فكل الشتلات بكل اوضاعها ظاهرة قدامنا في التصوير. هنروي اخر حوض مع بعض. زي ما شفنا احنا روينا كل الشتلات الارنبيط اللي احنا زرعينها مع بعض، سواء الضعيفة او القوية، واحنا مكملين معها مع بعض. ودي تعتبر اول تسميدة بشاي الكمبوست للارنبيط بعد زراعته باسبوع بالظبط، زي ما احنا شايفين اهوت. دي الشتلات بعد اسبوع وسمدناها بالطريقة اللي احنا شفناها دلوقتي، حلينا 3 لتر من شاي الكمبوست على 16 او 17 لتر مية، وروينا بيها النباتات. طبعا ما رويناش كتير، احنا ادينا لكل نبات في المرحلة دي مش محتاج اكتر من نص لتر، انا بروي كل يومين يعني يوم ويوم، نص لتر تقريبا او ثلث لتر لكل نبات يوم ويوم، لان النبات في المرحلة دي مش محتاج اكتر من كده. بس كده انا لحد دلوقتي كنت حبيت بس ان انا اوريكم التسميد بعد اسبوع ودي النباتات بعد اسبوع من الزراعة. كده انا خلصت الفيديو، كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح، واشوفكم في فيديوهات تانية باذن الله على خير.